نجم الكوميديا أحمد آدم يعتذر لشهداء حلب ويعترف بأنه ضحية مؤامرة. ده جذبة كل شهيد وأم شهيد في أي حتة في الوطن العربي على دماغي من فوق. ماجدة الرومي تغني في القاهرة وتواصل دعمها للخير. نيلي كريم على السجادة الحمراء في مهرجان كان. إيمان البحر درويش نقيب للموسيقيين بأمر القضاء. شعبان عبد الرحيم يهاجم الإرهاب ويعود للسينما بفيلم أفندينا. نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها والسبكي يراهن على فيلم سطو مثلث. أثارت حلقة الفنان أحمد آدم من برنامج بني آدم شو جدل كبير في الوسط الفني، وعلى مواقع السوشيال ميديا اشتعلت الأيام اللي فاتت، وكلهم الحقيقة طلبوا بمقاطعة البرنامج ومقاطعة القناة اللي بتعرض البرنامج، وده طبعا بعد ما اتريق الفنان أحمد آدم على شهداء أهل حلب. والكل تساءل إزاي أحمد آدم فنان وإعلامي يصدر منه التصرفات دي، والكل سأل عن دور الرقابة داخل القنوات الفضائية. تعالوا نشوف الآراء حول الموضوع ده. بص بقى من الآخر بقى، لو حضرتك محتار في اللي بيحصل في سوريا النهاردة ومش عارف مين بيعمل ايه، لا تحتار ولا حاجة، افتح قناة الجزيرة عدم المؤاخذة كده، او قناة البي بي سي او الدبليو سي، اي قناة من عندهم، وشوفهم بيقولوا ايه وبيروجوا لايه، اعرف ان عكسه هو اللي بيحصل على طول كده وانت مغمض. كان السوشيال ميديا عامل كبير في تغيير مصير برامج التلفزيون وقضايا معينة، وبدأت من خلال وقف برنامج ريهام سعيد لشهور بسبب قضية فتاة المول، ونفس الموقف اتعرض له الإعلامي خير رمضان بسبب استضافته لتيمور السبكي واللي هاجم ستات أهل الصعيد. ومن أيام قدم أحمد آدم حلقة يوم 5 مايو اتهم بسببها بالتريقة والسخرية على شهداء مدينة حلب السورية. أنا ماليش دخل إذا كان في خلاف داخلي سوري، أنا بقف مع الشعب السوري، أنا ماليش دخل فيه. أما أن توصل الدرجة أن أنا أسخر من هذه الدماء، فأنا إنسان غير مسؤول أيا كنت. وبعدين هنا في نقطتين مهمين جدا، لما سألنا قالوا والله دي شركة بتنتج هذا البرنامج وإحنا بنعرضه. طب كويس، طالما شركة بتنتج البرنامج، مش في حد من القناة بيبقى موجود يحضر التصوير بعد ما يتصور ويتمنتج وقبل ما يتعرض؟ مش المفروض يتشاف؟ ما نفرض ان في حاجة مسيئة للدولة للأمن القومي، هل تزاع وبعد كده اعتذر؟ هو عذر أقبح من ذنب. الحاجة التانية، أحمد آدم عمل كده والتريق وضحك ولا آخره وكل اللي عمله. طيب أسوأ تنبيه ريهام سعيد بأمان الخياط بكل الناس اللي غلطوا قبل كده، اتوقفوا عن البرنامج او اتلغى برنامجهم. فين احمد ادم من ده؟ للاسف القنوات في السعي وراء الاعلانات ما بتفرقش وما بيهمهاش، وبعدين منزلين اعتذار باهت. الاعتذار الحقيقي للشعب السوري هو ايقاف هذا البرنامج وايقاف احمد ادم، أسوة بريهام سعيد اللي حصل منها كده للشعب المصري، أسوة بأمان الخياط اللي قالت إن الاقتصاد المغربي قائم على الدعارة فتم إبعادها وإزاحتها تماما من أون تي في. يبقى أنا مستني إيه من أحمد آدم؟ هل هستنى اعتذار باهت منه أو من القناة؟ يعتقد نفسه أنه هو أصبح نجم كبير جدا، أو أن الناس كلها بتعشقه، فبيبدأ يدور على زيادة المشاهدة، فالأسف الشديد أما بيدفعوا ذلك لأنه يدور على موضوعات تثير الجدل وتثير الرأي العام وتشد الرأي العام، حتى لو كانت هذه الموضوعات خارج التقاليد المصرية أو التقاليد العربية، وحتى لو هذه الموضوعات تنزل الضرر بشعب شقيق زي شعب سوريا. فطبعا لابد لكل إعلامي أن يدرك أنه ليس متواجدا أمام شاشة التلفزيون لكي يبحث عن عدد مشاهدة كبير على حساب العادات والتقاليد والعروبة والوطنية والقومية وبلده. ولذلك أنا بقول أنه
لابد أن يكون هناك قانون يحظر على كل من ليس لديه ثقافة كبيرة أنه يستطيع أن يتحدث أمام الميكروفون، لأن الكلمة النهاردة والكلمة المسموعة بالذات لها تأثير كبير جدا على الشباب المصري، خاصة على الشباب المصري. أنا عايز أقول له لكل حصان كبوة اعتبر ان دي كبوة، اطلع اعتذر، واتمنى الا تتكرر من جديد، لان ما حدث انزل ضرر بشعب شقيق وشعب سوريا. يمكن احنا عندنا الجيش الثاني والجيش الثالث، يمكن ما حدش يعرف ان الجيش الاول كان موجود فين، في سوريا، عندما كان هناك الوحدة المصرية السورية، فكان الجيش المصري الاول في سوريا، كنا مسمينه الجيش الاول اللي هو جيش مصر وسوريا في سوريا، والجيش الثاني والثالث في سيناء. ولذلك لابد ان يدرك انه عندما يهين السوريين فانه يهين المصريين في نفس الوقت. طلب الفنان السوري سامو زين الفنان أحمد آدم بسرعة الاعتذار على الحلقة اللي قدمها يوم 5 مايو واللي تسببت بجرح كبير لأهل سوريا عامة وحلب خاصة. كمان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب سوري بيهاجم بقوة الفنان أحمد آدم وسأله إزاي بتقدم كوميديا وبتتريق على أرواح شهداء سوريا وطول عمر مصر وسوريا بلد وكيان واحد. تعالوا نكمل باقي لقاءاتنا في الموضوع ده. السوشيال ميديا دلوقتي اصبحت اعلام موازي للقنوات الفضائيه، بل تاثيرها وانتشارها اكتر من القنوات الفضائيه كمان. يمكن اقول المواقع دلوقتي هي لها مستقبل على طريق السوشيال ميديا. انا النهارده كمسؤول او احد مثلا من القيادات موجود، مش فاضي يتفرج على التلفزيون كله، ولكن ممكن يتفرج على الموبايل بتاعه يعرف الناس رايحه فين واتجاهات فين. وفي فعلا مؤسسات بتقيم راي الشارع المصري عن طريق السوشيال ميديا، فيسبوك والحاجات دي كلها، رقم واحد. رقم اتنين، غياب الرقيب على القنوات الفضائية، ودي مشكلة. النهاردة أنا كممثل زي ممثل العمل الفرقية عادية أو العمل الموضوع ده، هو راجل ما بيشتغلش بقاله فترة كبيرة، فاستعانت بيه القناة عشان تعمل بيه برنامج. بعد ما عمل بيه برنامج هو متخيل لما يعمل فرقية ويقعد يتريق على دولة شقيقة عندها محنة ان هو راجل هيبقى خلاص، يبقى هو بقى اللي على الساحة زي ما بيقولوا. وكان في لسه مشكلة عندنا من فترة قريبة برضو، مذيعة ممثلة كانت شغالة مذيعة برضو طلعت عملت فرقعة، عملت مشاكل لمؤسسات يعني كمؤسسات سيادية كبيرة، وعملت لنا مشاكل دبلوماسية مع بلاد، وبدأ برضو نحلها لان في غياب دور فضائيات. الفضائيات النهاردة معلاش اي رقيب، اي واحد عايز يخش يقول اي حاجه يقولها، مفيش معيار ومفيش قيم. لذلك احنا كنا بنطالب فعلا بس طبعا يعني هم لسه بيبحثوها موضوع وزاره الاعلام عشان هي تبقى هي الرقيب بتاع القنوات الفضائيه دي. تاني حاجه ان السوشيال ميديا بتتحكم فعلا في اراء الشارع المصري، هي بتنقل يعني بتنقل راي الشارع المصري وبتتحكم، فانا عايز المذيع ده ومش عايز المذيع ده. انا ما شيرنا الحمله بتاعتنا اللي هو قطع القناه اللي فيها المذيع او الممثل، بدا فيه فعلا رد فعل من القناه دي بسرعه، عملت اعتذار وكلام من ده كله، وده بيبين ان فعلا السوشيال ميديا ناجحه على القنوات الفضائيه. لما اسافر دوله عربيه واخش مؤتمر هناك ويقول لي اصل انت عندكم فلان بيتريق على بلد شقيقه، انت ما تعرفش الدول العربيه اصلا متعاطفه مع مشكله البلد دي ازاي، ما تعرفش الجهات السياديه في بلدك متعاطفه مع المشكله دي ازاي. بس هو مش لازم الجهات السياديه في مصر تقعد تعلن كل شويه احنا بنعمل احنا بنسوي، هم شغالين في صمت. انت بتهد اللي هم بنوه، انت عامل زي الدب اللي جت تهش البلا مع وش صاحبها راحت موتته بالحجر. انت فاكر ان انت بتخدم، فاكر ان انت بتقرب، الكلام ده مش صح. كل ان في برنامج بينتقد بعض الامور وبعض القضايا، وهو برنامج نقدر نقول انه يعتمد على الصيغه التهكميه او استنفار مشاعر الشخص اللي قدامي من خلال طريقه عرض معينه بتعتمد على الايموشن شويه، اسلوب التعبير وطريقه تحرك الفنان وما الى ذلك، يبقى في النهايه القيمه. اين القيمه؟ ممكن قدامي واحد يفضل يتكلم ساعه في موضوع وانا مش متجه معاه او مش متجاوب معاه، ولكن هيجي بعض النقاط الحساسة أو نقاط التماس اللي هتمسني أنا عشان هبتدي أنفعل معك. أحمد آدم لو سألتي في تفاصيل قضية ممكن يكون مش عارف، معظم البرامج بتلعب على الإعلانات ونسبة المشاهدة، فكل ما يبقى ساخن وموضوعاته ساخنة وهجومي بيبقى فيه مشاهدة ومطابقة أكتر، ودي الكارثة. إحنا بينا ندور على كل ما هو مختلف ويشد الناس أكتر ما بندور على الحقيقة. في قضية ملتبسة علينا، كلنا بندعو لسوريا ان هي ربنا يخلصها من العثره اللي هي فيها، فانت ما ينفعش تاخد موقف وتبدا تطلع تقول اللي يموت يموت، او انت مالك انت، ما انت ما تعرفش ايه ولا بسات الموضوع، فالتزم الصمت لو انت مش عارف. الستاند اب كوميدي للاسف من ضمن ما بقاش عنده سكريبت، فبيبدا يلعب على الجديد، الناس بتتكلم ايه في قضيه فيطلع يتكلم على حسب اتجاهه هو، يبدا ياخد القضيه من زاويه السخريه، يطلع معاه طبله، يقلع هدومه زي ما حصل في حلقه، بيبدا يعمل حاجات اوفر
تلفت الناس، وما يمنعش ان هو يشتم حد، فالناس تكتب في السوشيال ميديا انه شتم فيدخلوا يتابعوا، فيبداوا يتابعوا الحلقات بناء على الهجوم والشتيمه، مش بناء على ان هو بيعمل حلقه قويه او بيقدم فكره او بيقدم موضوع محترم. بعد الهجوم الكبير اللي تعرض له الفنان احمد ادم، ظهر في حلقه جديده من برنامجه واعتذر للجمهور وقال انه اتعرض لهجوم كبير من احدى القنوات واللي قامت بقطع جزء معين من حواره داخل الحلقه وما عرضوش الموضوع من الاول بشكل كامل، علشان كده ظهر انه مدان قدام الناس كلها وقدام جمهوره. من ناحيه تانية خرجت القناه اللي بتعرض البرنامج وقدمت اعتذار رسمي للجمهور. تعالوا دلوقتي نشوف جزء من الفيديو اللي اعتذر فيه الفنان احمد ادم لجمهوره. انا من امتى بتريق على الشهداء؟ انا من امتى بتريق على الشهداء؟ ده انا فنان، انا هتريق؟ ما احنا عندنا كل يوم شهداء، ده جذبه كل شهيد وام شهيد في اي حته في الوطن العربي على دماغي من فوق، انا هتريق على شهداء؟ بعد الفاصل ماجدة الرومي تغني في القاهره وتواصل دعمها للخير، نيلي كريم على السجادة الحمراء في مهرجان كان، إيمان البحر درويش نقيب للموسيقيين بأمر القضاء. وصلت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي القاهرة من أيام وبتستعد ليوم 20 لإحياء حفل كبير في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وقررت ماجدة الرومي إنها تتبرع بإيرادات الحفلة بالكامل لإنشاء مستشفى خيري لعلاج ضحايا الحروق في مصر. الحقيقة إن موقف ماجدة الرومي مشرف جدا ومش جديد عليها أبدا حبها الكبير لمصر. آخر حفلة لماجدة الرومي كانت في مكتبة الأسكندرية من حوالي سنتين، وعمرنا طبعا ما ننسى الكلمات الجميلة اللي قدمتها لمصر وشعبها في الحفلة. تعالوا مع بعض نشوف جزء من الحفل ونرجع ليكم مرة تانية. بتشارك الفنانة نيلي كريم وفريق عمل اشتباك حاليا في مهرجان كان السينمائي في دورته 69، وبيعتبر دي المشاركة الأولى للفيلم المصري في مهرجان كان بعد غياب 4 سنين، وكان آخر فيلم مصري شارك في مهرجان كان فيلم بعد الموقع ليسري نصر الله بطولة منى شلبي وباسم سمرة. من ناحية تانية بيشارك فيلم اشتباك في مسابقة نظرة ما، والكل متوقع إن الفيلم هيحصل على جائزة، خاصة إن كل الصحف العالمية أشادوا بالفيلم ووصفوه بجوهرة مهرجان كان. الفيلم بيستعرض حالة الصراع المجتمعي اللي شفناه بعد عزل محمد مرسي، وحالة الاحتقان والتفرقة والانقسام اللي سيطرت على الشعب المصري. الفيلم تم تصويره في عربيات الترحيلات، وبيقوم ببطولة الفيلم الفنانة الجميلة نيلي كريم وهاني عادل وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم، والإخراج كان لمحمد دياب. من خبر مشاركة فيلم اشتباك في مهرجان كان هنروح لخبر مهم عن الفنان إيمان البحر درويش، واللي صدر مؤخرا لصالحه حكم بإلغاء وبطلان انتخابات نقابة المهن الموسيقية اللي أجريت سنة 2015. عودة الفنان الكبير إيمان البحر درويش من جديد نقيب للموسيقيين. وفي نفس الوقت اتكلم الفنان إيمان البحر درويش وقال إنه بيحترم الفنان هاني شاكر جدا، لكن أحكام القضاء واجبة النفاذ،
ألف مبروك للفنان إيمان البحر درويش. ما يلزقونا ويشغلونا ويعبرونا أخوانا إيش معنى يعني باولو ويني ياكلوا الصانية وياخدوا الماهية بالكبانية على ولا وابن البلد دي يخسر يطفح الدردي ما يتعدل شي يمكن ما يطل شي يتعشى طرشي يعوض الله يهون الله يعوض الله ده احنا بنسير حسبة بتبشير وهمومنا كتير وهي ماشية خواجاتها جونا حيطفشونا ليه بيرزونا ودي صنعة ابونا ما تعبرونا يا خلايا ودي شركة غلسة ميتها نكسة تلقاها حدقة وخضرة وزرقة وقلقي رايقة دي لهجة اخي عليها بيحطوا فيها كربونات ونبيت وفوسفات كبريت وبودرة عفريت هاهاها او يا بنت يلي واقفة عالبهلي. بعد الفاصل شعبان عبد الرحيم يهاجم الإرهاب ويعود للسينما بفيلم أفندينا. السبكي يطرح برومو سطو مثلث استعدادا لعرضه. هنروح للقاء خاص مع الفنان شعبان عبد الرحيم واللي كلمنا عن حقيقة تقديمه لأغنية ضد الصحفيين بسبب موقفهم ضد وزير الداخلية، وعبر كمان شعبان عبد الرحيم عن غضبه بسبب الهجوم الإرهابي اللي تعرض له رجال مباحث اسم حلوان. تعالوا مع بعض نشوف شعبان قال لنا ايه ونرجع ليكم مرة تانية. زعلانين مني من غير سبب من غير ما اعمل حاجه، ما اعرفش عاملين مقاطعه ايش مع الشباب انا مش عارف، وحبايبي الصحفيين كلها عمري ما حصل مني اي حاجه زعلهم. ولسه مكملين حوارنا مع شعبان عبد الرحيم واللي كلمنا عن الفيلم الجديد اللي بيصوروه دلوقتي مع المخرج ابراهيم باشا وهو بعنوان افندينا، وبيشاركوا البطوله احمد فرحات وعدد من الوجوه الجديده وتاليف لاحمد رمضان. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل اكتر عن الفيلم من الفنان شعبان عبد الرحيم. شغال فيلم اسمه افندينا هينزل قريب، شغالين فيه انا معايا بطل سعودي اسمه احمد الحسن سعودي والباقي هنا كله مصر شباب جديده. اللبنانيه الجميله نجوى كرم طرحت احدث كليباتها دانيا دنا، والكليب تم تصويره في قلعه شهيره، وقام باخراج الكليب سعيد المعروك واللي عاد للساحه الفنيه من جديد بعد شفائه من مرض السرطان. الف سلامه. تعالوا مع بعض نشوف جزء من الكليب للفنانه نجوى كرم ونرجع لكم مره تانية. شركة السبكي للإنتاج السينمائي البرومو الدعائي لفيلم سطو مثلث من خلال موقع اليوتيوب، وكان الفيلم اسمه في البداية 5-5-5 وهو من نوعية الأفلام الشبابية الكوميدية واللي قام ببطولته أحمد إسعداني وريهام حجاج وأسأس وبيومي فؤاد وكلوديا حنة والإخراج ليونس في أولى تجاربه الإخراجية. تعالوا نشوف برومو الفيلم ونرجع لكم مرة تانية. أحفادكم سيضمرون ما بنينا. أنت معلم وبيننا فين نتعلم نموت؟ إيه النسوان اللي هنا؟ دي الحتة دي دي عشيقتي ولا سعاد؟ إيه؟
الملكة كليوباترا العظيمة ستصبح سجائر، منها عادة ومنها سوبر. يا مصدي لوكال قوي. ايه ده؟ عمري قلت لك ان انت حلوة قوي؟ لا انت عمرك ما قلت لي كده. يا بنت العضاضة، انت متجوزة علي مراكيبي يا هانم اللي هيصبحك بعلقة ويمسكي بعلقة ويضربك لحد ما تقولي كفاية؟ كفايه ولا ايه؟ ايه يا عم انت عامل لي فيها مس ولا ايه؟ مين ده يا؟ انت مش قلت لي هجيب جدو؟ ما انا ما عرفتش اجيب جدو، جبت جدي. لا يا حاج ما تسخنش قوي كده اللي تروح فيها. عملتها يا زيكو الكلب. أول مرة أشوف فرعوني من البرازيل. طب اتكلم الملك يا كلب. عملت خدي مباس لناس يا ناس مش ناس، عملت خدي مباس لناس يا ناس مش ناس، ياكلوا بطبق واحد ويقطعوا الواحد، ياكلوا بطبق واحد ويقطعوا الواحد ونعاه. الله، طب ما السياحة رجعت اهي. سياحة ولعت. ايوه انا رشحتك عشان ازلك، عشان تزلني ليه؟ شغلني معلم اول فيلم تشتغل تشتغل فيه مع الصبح. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهارده. استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور الطبيعيه ادريم، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. اشوفكم بكره ان شاء الله.